دينا النهارده الماتش كان صعب ولا كان سهل؟ يعني هو اكيد ماتش صعب عشان ماتش فاينل، وزي ما كان كابتن طارق قال في الاول بعد شهر لو كنا خسرنا كنا ما خدناش البطوله، بس احنا كنا نازلين عندنا تارجت ان احنا لا عايزين نخلص الجيم. بصراحه احنا الحمد لله خلينا الماتش سهل وسهلناه علينا بادائنا طبعا، بالماتش الاولاني بصراحه اعتقد ما حدش برضه. بس ما حدش بخل باي حاجه، وكله موت نفسه ايا كان الدور المطلوب منه. وبصراحه سمعنا كلنا كلام كابتن طارق بجد في كل حاجه قالها، الحمد لله الحمد لله دي كانت النتيجه في الاخر وربنا كرمنا، يعني ده كرم كبير بجد. نادين اصعب وقت في الماتش كان امتى؟ هو اصعب ماتش كان من بدايه الماتش، بدايه الماتش مع بعد اجتماع الكوتش، يعني عشان فكره ان الصغيرين بتوعنا يخسروا واحنا علينا لود اكبر، المحترفه مش معانا واحنا متحملين مسؤوليه اكتر، فهي الصعوبه جت من كده. بس الحمد لله يعني احنا قدرنا نثبت ان احنا كنا قد المسؤوليه طبعا، يعني ونفذنا تعليمات كابتن طارق. طيب هلا برضو الماتشات معروف المنافسه دايما ما بتبقى ما بين اهلي وزمالك. النهارده اهلي وسبورتنج، والدور قبل النهائي الصيد، الدور اللي قبله اعتقد سموحه. كان الدور قبل السيمي فاينل كان سموحه، اللي قبليه كان اللي قبليه كان الصيد. يعني في الاخر انا يعني المنافسه بتبقى مع الصيد اعتقد او مع سموحه ومع سبورتنج بتكون اصعب كتير في في السيدات السله، مش كده؟ هو كان احنا بتهيألي الفاينلز تبقى 90% 95% بتبقى بين الاهلي وسبورتنج، يعني على طول في اي بطوله يعني. اسكندريه بقى وبيحبوا السله في اسكندريه، بيحبوها جدا سبورتنج نادي الاتحاد السكندري، بس الاهلي برضه طبعا. الاهلي لا رقم الاهلي واحد. كبير طبعا.